مرحبا. يعني رفع الثلاثي اليوم، بالعاده كانوا يرفعوا ماده ماده، يبدو هلا مستعجلين، يعني صاروا ثلاث مواد ثلاث مواد سوا، يعني بنزين اتصالات ورسوم وتأمين السيارات. وردني انه بقادم الايام ايضا في رفع الثلاثي تشمل المازوت الغاز والخبز. طبعا الدولار بيان قد يصل الى 15، يمكن شهر او شهرين يتجاوز ال 20. ماشيين بلغوة السيد رامي مخلوف، يصير بالكيلو. فالدولة بدل ما تساعد المواطن عم تسحق المواطن. طبعا سيادة الرئيس، يعني في كم واحد سوري ما ماتوا بالحرب؟ الحرب العباسية اللي فوتنا فيها ما مات. حضرتك عم بتموتهم بالجوع، لأنه بتشوفهم قطيع وأرقام، وهنهم خايفين يكونوا شعب. دام زلك.